ينتزع الاول نقلتنا مباشرة الى العبور. نايد بن مسلم بن زفنة العامري وصل في هذه اللحظات، الوصول في هذه اللحظات على المركز الخامس اللي وصلت هناك حضور كردوس بن محمد بن سالم العامري، يبغى لها مراقبة، ولكن هذه الخمس مجسم هجن الرياسة وتسعيرة هجن الرياسة الثانية وبطولة الوثبة الاولى. يا سلام، الله 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 الله، الجمهور الغفير، الاداء الرائع، النجومية الكبيرة بدأت تغير الصدارة. هناك هيلمان سلطان بن محمد بن سعيد العامري بدأ يغير الصدارة، بدأ ينطلق على المركز الأول. إذا بنخالص على الصدارة، بنخالص على المركز الأول، يقدم هيلمان، هيلمان على الصدارة. الكيلو الأخير، وصلنا هذا الكيلو، وصلنا هذا الكيلو، مجسم هجن الرياسة، مجسم هجن الرياسة، هيلمان على الصدارة، هيلمان على المركز الأول. احتفال وصلت، وصلت احتفال، واحدة من الأسماء القوية، راشد بن سالم الغيلاني، راشد بن سالم الغيلاني وصل، بن حضيرم وصل، ولا الهاملي صايلة، محمد بن أخيد بن غنام الهاملي، أعود إلى الصدارة، أعود إلى هيلمان، ما شاء الله، تبارك الله على هيلمان، تأتي على الصدارة، على المركز الأول، سلطان بن محمد بن سعيد بن خالد، أهالي السمحة، أهالي السمحة، أهالي السمحة على الصدارة، احتفال القادمة، احتفال المنطلقة، راشد بن سالم بن علي الغيلاني وفي رصيدها رينج روفر، أعود إلى الصدارة، ال 500 متر الأخيرة، ال 500 متر الأخيرة، جود ايفنينج، جود ايفنينج، بقول يا السمحة، يا السمحة على هذا الأداء، بن خالص خلصها، بن خالص خلصها، هناك مع هيلمان، سلطان بن محمد بن سعيد العامري يتواجد على الصدارة، يقدم هيلمان، ينطلق مع هيلمان، الأداء الرائع، النجومية الكبيرة بهذا الحضور الميمون هنا في عاصمة الميادين. إذا هيلمان، هيلمان تدشن أيضا بطولة الوثبة الأولى، تهانينا والناموس لأيضا مالك هيلمان، هو أيضا منطلق مع المركز الأول، سلطان بن محمد بن سعيد بن خالص العامري، لحظات الوصول، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. خط النهاية يرحب بهيلمان وبمجسم هجن الرياسة، احتفال بالمركز الثاني. وصلت راشد بن سالم الغيلاني المركز الثالث، هناك مطفية محمد بن سلم بن قنزول العامري، والمركز الرابع حلوة مانع بن غدير بن علي الوهيبي، والمركز الخامس وصلت في اللي هي تتويج محمد بن صغير بن محمد المنصوري. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هكذا شاهدنا الشوط الأول، شاهدنا هيلمان سلطان بن محمد بن سعيد بن خالص العامري ينتزع أيضا هذا الفوز. ما شاء الله، ذكر والله على التوقيت، ذكر والله على التوقيت، باي باي العشرين، 4 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. حيوها يلي في الباص، تستاهل، تستاهل، وبن خالص يستاهل، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني، سجل يا تاريخ، وارصد يا الهواري هذه اللقطات الرائعة. إذا هيلمان احتفال، قدمت عرض رائع وجميل، أيضا كسرت حاجز العشرين، 4 دقائق 18 ثانية وجزئين من الثانية. أشكرك يا الغيلاني وتحية لك يا أبو خادم على هذا الأداء الرائع والجميل من خلالي. احتفال من فازت بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث 4 دقائق 20 ثانية وفاء وتماما وكمالا، هي مطفية مسلم محمد بن مسلم بن قنزول العامري يأتي في المركز الثالث. ما شاء الله تبارك الله. إذا هيلمان، هيلمان تنتزع مجسم هجن الرياسة وأيضا بطولة الوثبة الأولى التي تم تدشينها هنا تحت الرعاية الكريمة لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرياسة، وبهذا الحضور الميمون في هذا المساء من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان